يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل عندنا مشهور بالتصوف وهو داعية، يقول من كبار دعاة الصوفية، رأيته عند قبر العيدروس في عدن يحضر الزيارة، كذلك يحضر زيارة قبر النبي هود، زعم ذلك. سؤاله هل نصلي خلفه في الصلوات المكتوبة؟ لا، لا تصلوا خلفه وهو يتعامل مع القبور بهذه الصفات، لا تصلوا خلفه، ما هو ماله صلاة، هو صلاته ما هي صحيحة لأنه على الشرك. نعم.